وانطلاقا من سعي الدولة السورية إلى توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين من أجل أطفال سوريا ومستقبلها، بكل فخر واعتزاز وبرعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد أطلقت سوريا في 12 شهر عام 23 البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي البلاد، والذي يقوم جوهره على ضمان المسح والكشف والتشخيص المبكر لنقص السمع لدى جميع المواليد الجديدة في سوريا. إن اليوم العالمي لنقص السمع هدفه هذا العام هو التخلص من المعتقدات الخاطئة، وبشكل عام هو يوم للتوعية بشأن الكشف المبكر عن نقص السمع وأهميته. انطلاقا من أن المنظمة عضو في المنتدى العالمي للسمع، نقوم ببعض النشاطات العلمية والفنية خلال هذا الأسبوع في أكثر من محافظة. إن المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال منذ نشأتها تبنت المقاربة الشاملة والمتكاملة لنقص السمع، بدءا من الكشف المبكر إلى التشخيص وصولا للتدخل والتأهيل وانتهاءا للدرج. اليوم وصلنا انه صرنا 64 مركز مسح منتشر على جميع الجغرافيا السوريه، فالحمد لله يعني هذا يعتبر رقم كثير منيح. اذا الاهالي تعاملوا معنا ورفعنا الوعي عندهم واجوا ليمسحوا اولادهم او يعملوا البث الصوتي، فان شاء الله حتكون حتى نسبه تغطيتنا للاطفال حتكون عاليه جدا. طبعا حتى نحن في عندنا 3 اطفال بنهايه عام 2023 هم من الاطفال اللي تشخصوا نقص سمع، هن 3 من 7 تركب لهم عينات سمعيه او سماعات، والحمد لله احنا ماشيين ومكملين ان شاء الله. محاضرتي عم تاكد على دور الكشف والتدخل المبكر في تدبير نقص السمع، يعني رح قارن بالمحاضرة بين الأطفال اللي عندهم نقص سمع شو المشكلات اللي بيعانوها بحياتهم بالجوانب المختلفة، وفي حال تم الكشف والتدخل المبكر كيف رح تتحول حياتهم لحياة طبيعية من جميع الجوانب اللغوية والمعرفية والتواصلية والأكاديمية والوظيفية لاحقا. محاضرتي اليوم هي حتكون عن دور زراعة القوقعة بتدبير نقص السمع الولادي. طبعا زراعة الحلزون هو إجراء مهم كتير بسلسلة تدبير نقص السمع، بنوصل له بحال عدم الاستفادة من المعينات السمعية وبعد التأهيل المناسب. طبعا في مفاهيم خاطئة كتير بالمجتمع عن هالعملية، عن طريقة إجراءها، عن متابعتها، إمتى ممكن يستفيد الطفل، إمتى ممكن نلجأ لهالخيار. هاد كل هالأمور هاي لحاول أنا أطرحها بمحاضرتي طبعا عن الحضور، وطبعا بالمجتمع كمان رح نحاول ننشر هذا الموضوع أكتر وأكتر لتوضيح هالأفكار هاي. ناولت اليوم بالمحاضرة المشاهدات الواقعية اللي نحن شفناها والأثر الإيجابي بآمال بعد إطلاق البرنامج. لاحظنا أنه صار في عنا متابعات أكثر، جاية تعمل فحص روتيني، مو جاية أنه أنا عندي مشكلة بدها تشخيص. فصرنا نحن هون نتحول على أنه نحن ناخذ نتائج منطقية ونتائج متجانسة للسمع.